السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية يا خامس. اليوم سوف نبدأ في التراكيب والأساليب اللغوية. في البداية سوف نبدأ في المذكر والمؤنث، ونتعرف على المذكر والمؤنث وكيف نفرق أن هذا الاسم مذكر وأن هذا الاسم هو مؤنث. عندنا في الكتاب في صفحة 33 في القائمة ألف، تابع معي أمس في كتابك، الجملة الأولى: زارت سميرة خالتها. كافأت المعلمة الطالبة المجتهدة نجلاء. تفوقت سلوى في دراستها. لاحظ يا مس أن الكلمة الأسماء هنا أسماء مؤنثة. كيف عرفت؟ لأنها تنتهي في علامات تأنيث. طيب ما يا خامس، ما هي علامات التأنيث؟ لاحظ معي، سميرة تنتهي بتاء مربوطة، المعلمة أيضا تنتهي بتاء مربوطة، الطالبة تنتهي بتاء مربوطة. إذن من علامات التأنيث هي التاء المربوطة. لاحظ أيضا كلمة نجلاء، نجلاء تنتهي بألف ممدودة. طيب ما هي الألف الممدودة؟ هي ألف مع همزة تصبح ألف ممدودة، هي أيضا من علامات التأنيث. تفوقت سلوى، سلوى تنتهي بألف مقصورة، إذن الألف المقصورة أيضا من علامات التأنيث. لاحظ معي ونعيد مع بعض، ما هي علامات التأنيث التي تدل على أن هذا الاسم هو مؤنث؟ التاء المربوطة والألف الممدودة التي الكلمة المنتهية بألف وهمزة والألف المقصورة. إذن علامات التأنيث هذه هي مس، علامات التأنيث: التاء المربوطة مثل فاطمة، خديجة، سميرة، معلمة، والألف الممدودة هي الألف المنتهية بألف وهمزة، نجلاء، علياء، ميساء. وأيضا عندنا الألف المقصورة مثل ليلى ولبنى وسلوى. وكمان يا مس عشان نعرف إنه هذا الاسم مؤنث ولا مذكر، سوف نتعرف على المذكر وبعدها نفرق بينهم. في عندنا جمل بالفرع القائمة باء، تبع في كتابك صفحة 33: ذهب الفلاح إلى الحقل. الفلاح هنا اسم مذكر. يعجبني الطالب، الطالب خلقه. إذن الطالب هنا أيضا اسم مذكر، دلت على مذكر. عاون علي والده في عمله. علي هنا أيضا هي أسماء مذكرة، لأنها أسماء لم تنتهي بأي علامة من علامات، لأنها الفلاح، الطالب، علي هي أسماء مذكرة لا تنتهي في علامات التأنيث، التاء المربوطة أو الألف الممدودة أو الألف المقصورة. عندنا يا مس بدنا نلاحظ إنه نضع اسم الإشارة هذا أمام الاسم المذكر ونتأكد أنه مذكر أم مؤنث، وهذه أمام الاسم المؤنث. لاحظ معي، هذه سميرة، هذه المعلمة، هذه الطالبة، هذه نجلاء، وهذه سلوى. أما في الاسم المذكر ضع اسم الإشارة هذا، هذا فلاح، هذا طالب، هذا علي. إذن هذا للمذكر وهذه للمؤنث. تابع معي، إذن الاسم المذكر هو ما يصح أن نشير إليه بهذا، كرجل، هذا حصان، هذا قمر. أما الاسم المؤنث هو ما يصح أن نشير إليه بإيه؟ بهذه، هذه امرأة، وهذه ناقة، وهذه شمس، وهذه دار. إذن أكمل الجدول الآتي في المذكر والمؤنث. عندنا المذكر صائم، المؤنث نضع علامة تأنيث تصبح صائمة. المذكر هنا معلم، ضع علامة تأنيث تصبح معلمة. هنا حصان، ما هو مؤنث حصان؟ فرس. ما هو مؤنث ثور؟ بقرة. ما هو مؤنث أب؟ هو أم. ما هو مؤنث حمار؟ أتان. ما هو مؤنث ولد؟ بنت. ما هو مؤنث عالم؟ هي عالمة. ما هو مؤنث قائد؟
قائدة. أحسنتم. أمامك يا مس أمثلة المذكر والمؤنث، نريد أن أسماء مؤنثة نريد أن نحولها إلى مذكر. حارسة تصبح حارس، امرأة مذكرها رجل، صديقة صديق، رائعة رائع، كبيرة كبير، سباحة هنا سباح، ماهرة أي ماهرة ماهر. حول يا مثل الأسماء التي أمامك إلى مذكر وأرسلها إلي إلى في المنصة أو عبر الواتساب. يعطيكم ألف عافية.